تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من ملك المملكه الاردنيه الهاشميه عبد الله الثاني بن الحسين حيث اعرب العاهل الاردني عن خالص تهنئته بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك متمنيا للشعب المصري كل الخير والتقدم والرخاء. وقد اعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره لهذه التهنئه الكريمه من العاهل الاردني داعيا الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبه على الاردن قياده وشعبا و على الامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات